السلام عليكم. محمد بن ياسين ذكيكم الرئيس من جمعية الريف في تربية الحمام. أقنا وروفا المقر المؤقت هنا في المقر جمعية أسير البيئة. نتبقيش نعمل هي خلاص عملية عملية تجليد الحمام. وخايف أنا باش إن شاء الله في فرغة تازة أصلا نخلص كي تازة. يعني على شكل مسابقة. إذا بنا هو أصلا لي باك. أصلا تيخوذ مكظام. لك سنت الرقم السري الرقم التسلسلي لقد خذنت لقد الرقم التسلسلي نس 0929 2014 سنة 2014 صغار عند خاتم انت متصقص يعني تلقى راس الجلدة واش راه جدا دي بونتا دي بونتا هنا ثاني السرية بعدا تلقى راس الجلدة متصقص وانتيت حساب الرمز السري شهر رقم الجلدة 40 68 رقم الجلدة صافي أمي تعالى عمليات كل شيء في التكين مري تبان نيجي الشخص معين تتنقل من كل شيء صافي مي غانك مسابقة إن شاء الله تلفن دي تبان فانت بدي غادي من تبدا تمسك غير تغسى غابة فينس كي تطفي الرقم السري سنة غادي تولي ميزيك ديكلارا أتينتو من خدمة اتصالات المغرب صافي مخ تنكمل كل شيء دراري ديكلارا كل شيء خزان نحس بس ان توقيت السرعة نسام المهم توقيت الخزان ويجي عند مزيان على حسب السرعة ياك على حسب السرعة وزوان على حسب التقيب سمرت الرياضة هي ثانيتين واش الهواية ثانيتين ماني ممكن نصنف واش كاع رياضة واش كاي الترفيه واش كاي الدول حتى اصلا الرياضة مصرف بها الرياضة الشيك المغربي راه رانا الجامعة ملكيا لسباق الحمام سيني توكس يعني ديجا كان المغرب راه اصلا جو ستاتيو الرياضة وغا دور الهواية وغادي ان شاء الله تاخذ الرياضة وغا تجاوب برمي تواسل برمي تواسل الجمعية يا كيف هزيمة تقريبا تواسس كي شهر اثنين كارفين وعطش اثنين شهر ثلاثة اول مسابقة الثانية لا لا ايش تنقبر مانيش تنقبر كتجربة ماني قبل ديال تيزي وسلي وكيفوز الحمد لله وتمنى سديت بان كل شيء الحمد لله على حسب الاحصائيات يعني على حسب الكالكولين كان بالزكارو وصلنا رضوان بكوني تيكي وبحال سجل حسيمة كل سجل حسيمة اذا ثاني دورة رياضية يعني ثاني ان شاء الله نروح بعد سيمانة طرحتني هذا نضرب تيزي وسوي وغا سيمانة ندوش ان شاء الله الرحمن الرحيم نضرب زيت ازل زيت ازل زيت ازل تيش تقريبا 115 كيلومتر افول دواز مش تقريبا المدة الزمنية غادي يجري نص سنية تيسير الله تبير مري ولد نيشان بقى يمكن ساعة توصل يخضر تبير مري قيمة دواك جنة بقى يمكن هادي يومي طيار 4 ساعات دواك جنة عادي تغيط في ابريل عادي وش الحاجة باش نحس تفضل نيشان على حسب السلالة على حسب النوع تيزي وسلية تبير من الزكار وتظنيها هي واخيرا غال الحسيمة كاع 44 دقيقة تيزي وسلي الحسيمة 44 دقيقة 44 دقيقة تيزي وسلي الحسيمة مشى من يوم كيلومتر مشى 55 كيلومتر فاصلة 8 شكرا بزاف مرحبا